ما بتيناش عليكم هكا في هكا نعيش يا جماعة. كما قلت من الأول كي حكينا توانسة عن الانرجي بوزيتيف في عاداتنا ولا تصحيح برشا ناس نسمعوا خاصة في الكياسات هو تزمير على بعضهم وبوتياج وبدا واحد على العصاب أما جوست تحط له شوية فن وتحط له شوية جو ينسى ستريس ينسى كل شيء ويرجع الجو هذا هو موضوعنا لليوم مع ضيوفنا مدام نادرة الغرياني هي كاتبة ومحاضرة في التنمية البشرية والأستاذة دليل الغرياني كاتبة ومحاضرة في تنمية الذات مرحبا بكم قلت لهمش لي هي ماماتي زيدا ماماتي ماما دليلة رسبق الأحداث نادرة الغرياني وماما دليلة هذم الأسامي اللي بتبيع اللي عرفتوهم بيهم خاصة على انستغرام وفي برشا برامج إذاعية وتلفزية وزيدة كيف عرفتوهم في كتاب مميز تشوفوه في كل دور في كل مكاتب تقريبا هو كتاب أبخوندغ أيمين نحب نسلم عليكم عايشك لباس وانت لباس والله الحمد لله مدام بحذايا بتبيع من نجمك وكان لباس نحب نقول لك حاجة أنت طاقتك رائعة عايشك بالك نحسوا بالطاقة طاقتك إيجابي ونحسك بوزيتيف وكلمتك حلوة وهذايا هو إن شاء الله يظهر لي نحكي على مواضيع من نوع هذا إن شاء الله ربي إن شاء الله الناس الكل هكا ديما طاقتنا حلوة وإيجابية أمين. وكلمتنا حلوة هذا اللي نسحقوه وانت تعرف سيدي تتحسر هاي الحاجة هذايا معناها كي تمشي لبلاصة ساعات ما تعرفش علاش تحس روحك مرتاح بحذا تحسهم غيان كي يدخلوا في البلاصه هذيك تحس ب بارتاج دي اي تحس روحك تعديت هو يخلي لك الطاقه الايجابيه تعدي والكوبي يعدي دونك الله لا يورينا كوبي هو محلاها ريت اول مره نسمع كلمه تعدي في سونس بوزيتيف الطاقه الايجابيه تعدي كونتاجيوس تعدي كل الحاجه الايجابيه الطاقه الايجابيه والفرحه تعدي والسلبي زاد يعدي هذاك علاش يلزمنا ان شاء الله التوانسه ان شاء الله نتعداو الكل بالطاقه الايجابيه امين يا رب يا بالطاقه الايجابيه يا ربي ما نسيتش نعقب على كلامك خاطر سيغ اللي يسمعوا فينا توا يقول لك هذيك هي المشكله والعباد اللي دايره بينا ديما سلبيين احنا الرساله نحب نوصلوها اليوم ما نقعدوش نترقبوا في الاخرين باش يعطيونا الطاقه الايجابيه نكونوا احنا نكونوا احنا مليانين بها نكونوا احنا وين نمشيو نضويو البلاصه بالكلمه الحلوه بالقلب الطيب بالكلمه الطيبه معناتها هذا هو نحبوا اليوم نركزوا على رواحنا كل واحد يركز على روحه خاطر التغيير يبدا من كل واحد من كل عبد ما نقعدش نستنى في الاخرين نبدا بروحي اكيد التغيير يبدا من ذاتنا ونادر غرياني وماما دليله اكيد انتم مؤسسات مدرسه الحياه ليكول دو في كي نسمع مدرسه الحياه اسم شنو غريب أكيد مش غريب اما نحسه يشمل برشا حاجات معناتها كيما نقولوا كيفاش نعيش هكا ولا اي مدرسه الحياه احنا نعلموا فيها الاشياء اللي ما تعلمناهمش في المدرسه خساره في المدرسه ما علموناش نتحكموا في الاعصاب نتاعنا ما علموناش كيفاش نتحكموا في الغضب ما علموناش نتنفسوا بالصحيح ما علموناش نتحكموا في افكارنا هذا الكل واحنا قريو في مدرسه الحياه بكل تلقائيه وبكل سهوله على خاطر العباد اذا كان ما تدخلش في العلم هذايا هو علم الانسان يخسر كان هو واحنا نحبوا الخير للناس دونك اللي يحب الخير ينشر الخير اسمه يبدا باش يغرس الخير نفسه. في ذاته هذا هو دايوغ اللي حكينا عليه في الكتاب نتاعنا ابروندغ ايمي الديامونت اللي نحبوا نحكيوا عليها لليوم فوالا البدايه هي ذات فوالا انا على فكره حكيت شيف تفضل اي ابروندغ ايمي معناتها اي قريته صباحي اي برافو نفرح برشا انا سورتو كي يقراوه الشباب والشباب اكيد هو ديجا هو معناتها انتم علاش عاملينه؟ باش الناس تقرا باش الناس تتابع فيه والناس تطبق اللي فيه بما ان حكينا على الكتاب خلينا ناخذوا فكره عليه للناس اللي حتى مازالت ما عندهاش فكره على الكتاب هذايا كيفاش جات الفكره وعلاش كتاب بالذات وعلاش ما اقتصرتوش فيك فقط في المحاضرات وشنو اللي حبيتوا توصلوا من الكتاب هذا؟ معك انت ماما دليل الكتاب هذايا كنا في الاول حبينا نسميوه نحب ولا نعرف كيف نحب ابروندغ ايمي نتعلم كيف نحب وقت نترجموه برشا ناس يقول لك ما نشريش على خاطر يسخيبوه يحكي على الزوج يحب زوجته ولا الفيونسي لا مش هذا الموضوع بالكل الموضوع هو انك وقت اللي تتعلم تفهم اللي اول عبد يلزمك تحبه وتحترمه وتقدروا وتنجحوا وتبعث له التفاؤل هو ذاتك العزيزة روح ربي اللي فيك هذه هو توا معناها صلب الموضوع اللي كل إنسان يزمو يتعلم يمشي البقعة مقدسة فيه هي روحه وما يسمح لحتى بشر يمشي لها يقدرها ويحبها ويفرحها ويعطيها برشا أمل ويبرمجها إيجابيا باش هو يكون هو نقطة الانطلاقة دايوغ هذايا مثلا بين قوسين انا هوني نقول ماذا بيا رجال تقراه الكتاب هذايا اما خصوصا ناكد على النساء
تقرا. علاش؟ خاطر المراه كي تبدا تكون هي مبرمجه ايجابيا وفرحانه ومبتسمه وعاطفيه زاد اكثر من الرجل فوالا وكلامها حلو مع صغارها وكل وتقدر ذاتها من تنجم كانت تنشر الفرحه في عائلتها وهي اول ادريس انت دوما تدخل الدار ويني امي بابا ويني امي حاجه ويني امي كي تلقى امك متغشه كي تلقى امك متغشه انت بيتك باش تتحس دونك البيليه هو الركيزه الاولى هي نقول الام في المنزل لازمها تكون عندها طاقه ايجابيه وفرحانه اكيد جدا وفيدي سامحني باش نزيد حاجه apprendre à aimer انا نراه زاد معناتها الكلمه الاولى هي السيمي هو التسميه هذا حبيت نعرف نتعلم نحب روحي بطريقه صحيحه برشا ناس يحسالوا apprendre à aimer معناها شنو هو اناني نولي نحب روحي ليه بالعكس ما نجمش نحب غيري اذا كان انا كاره نفسي ما نجمش ننشر الكلمه المزيانه وقت اللي انا نحكي مع روحي كان بالسلبي ما نجمش نكون انا عنصر فعال في المجتمع وانا كاره ذاتي وفي غضب مع روحي دونك الانسان لازم يتعلم الركيزه هو التصالح مع الذات والكتاب هذايا حكي معناها خطوه بخطوه خاطر اكثر الناس تقول لك ماذا بيا نكون متفائل اكثر يا نادره ماذا بيا نكون ننشر اكثر طاقه ايجابيه في المنزل اما ما نعرفش كيفاش في الكتاب هذايا علمنا بخطوه بخطوه كيفاش رحله التغيير معناها حكينا فيها رحله التغيير معناتها لو كومون مش كيف كلنا نحبوا نتغيروا اما الكيفاش هذا هو اللي محطوط كلنا نحبوا نعملوا تسلو تحبوا يولي عندك والله نحبوا ماذا بيا نحب نعمل كذا وكذا ما قول له اجا ابدا كيفاش يسالك كيفاش هذه حتى مشكله حتى عند لي بارون ممكن كان حليت قوس لي بارون بالله ما عادش تلزوا على صغاركم برمشي اقرا برمشي اقرا بل وريه كيفاش يقرا هو يكون خير كيف كيف حتى كي تحبوا تعيشوا حياتكم لكدا ما تقولش نحب نعيش مرتاح بل لازمك تتعلم كيفاش تعيش مرتاح فهذا موضوعنا مدرسه الحياه فهذا موضوعنا لليوم اول خطوه نجموا نحكيوا فيها كيفاش نجم نعيش مرتاح في حياتي نتصور انا معناتها كيما نقولوا خذيت انا تو ورق بيض قدامي نحب نبدا نكتب كيفاش نبدا نكتب نجاوب تبدا اي فسر لهم كيفاش نقطه المشكله منين بدات الاشكاليه هي الاولانيه ديما احنا نقولوا خرجنا من كرش امنا صفحه بيضاء بلانك بيج صفحه بيضاء ايش تكتب عليها الصفحه البيضاء هذيك كي خرجت من كرش امك انت وانا واللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الكل خرجنا صفحه بيضاء قلب الطفل الصغير ملي عمره عام حتى نهار حتى عمره 4-5 سنين يحب يلعب يحب يفرح مبتسم عنده طاقه الامل يحس اللي هو ينجم يكون ناجح عنده ثقه ياسر كبيره في روحه يسامح في ساعه في ساعه اصلا ما يشدش البغض اصلا ما يشدش البغض بالكل هذوما صفات عند الله سبحانه وتعالى فطريا من كرش امه خرج هكاك ومن بعد القضيه الكبيره للاسف شنو اللي صار لها الصفحه البيضاء الطفل البريء وذنيه وراسه تعبى بافكار الاخرين بعقد نفسانيا تحكي لكم عليها نادره شنو سمعنا المشكله هي شنو سمعنا شنو البرمجه اللي تبرمجنا شنو يعطيك الصحه كل كلمه سمعتها دخلت لك في عقلك الباطني وتبرمج لك هي حياتك هذه الكتاب يحكي على يحكي على هذه اول نقطه معناها اي سمعنا برشا كلام سلبي فادي في كل دار مش لو كان في تونس في المجتمعات الكل امنا وبونا يحبونا وبكل محبه سربونا برشا طاقه الخوف وركز على كل محبه بكل محبه نحبك بكل محبه نقول لك كلامي نجم يهدمك بكل محبه نقول لك ما تنجمش تنجح حياتك نقول لك يا فاشل نقزمك نقول لك ماكش كابابلي شكون تسخايل روحك تحسيل الحلم ساهل ساعات فقرك في تونس اي فقرك في تونس الام والبو ساعات بكل محبه يغزر قحره لصغير وتقعدوا الى مدى الحياه يحس روحه لازم يكون يشبه لكل شيء الا لنفسه هذا هو لينا لابسين قناع باش نعجبوا الاخرين بعدنا على ذاتنا بعدنا على كل صوت الفطره اللي ربي حطوا فينا ميزه كل عبد عنده ميزه ولينا الكلنا نتبعوا في نفس عرفت كل السيري هي بيدها وبعدنا على ذاتنا وذيك علاش انفصلنا على الذات الحقيقيه نتاعنا وبعدنا على قلب الطفل الصغير اللي فينا دونك تلقى الناس كل يوم اللي تسمع فيا راهي تحب تقدم ومذا بها تحقق احلامها حاجه مكبلتها التالي اللي هي شنية افكار الاخرين البروغراماسيون صح برمجه الاخرين اللي هي نجموا نقولوا بروغراماسيون معناتها جايه معناتها اكسترن ولا وليت بنيتها انت من الاول ترفضها انت من الاول ترفضها كطفل صغير تبدا تفهم الدنيا مراهق وتقول شنو قال لي ما نجمش وانت كنت قبل اي اعوام كنت تقول النجم دونك انت تبنيتها وليت كل حديث اللي سمعته من امك وبوك ومن خالتك ومن عمتك ومن المجتمع
من الاول رفضته ومن بعد تستبنيته بعد انت اقتنعت وليت ولا هو حديثك مع روحك انا ما نشمش وانا نخاف والدنيا صعيبه وليت تحكي كل الحديث اللي سمعته كل ولا حديث ذاتي مع روحك وليت انت تعمل في اللوتو سابوتاج وليت انت تقزم في روحك وانت كاره روحك وانت فادد من الدنيا هذه هي اكبر اكبر خطر اكبر خطر تعرف مدام ماما دليله الغاب محمد نسنس بها انا ماما دليله حتى في اللوف ما تنتعيط لك ماما دليله عرفت البروتوكول نتاع المباشر اسمع لما مش من المباشر ماما دليله وقتي نادر لهنا ماشي ماشي فازت كل شيء انت هنا قلت حاجه بالرسمي هي مهمه واختيره واختيره برشا برشا تو ممكن اولياء يتفرجوا فينا يقول لك انا والله ساعات في لحظه غش نزرف ونقول يا ولدي يا سيكو سيكو اي وتكبر فيه الحكايه لين يوصل النهار يقول لك تو انا باش نعمل الحكايه هذيك بالعكس انا مانيش معنيش بك الذكاه هذاك صحيح دونك هنا قاعد تثبت فيه اوتوماتيكمون دونك العباد اللي يحبوا يتفرجوا فينا يحبوا مش يتفرجوا ولا محلى الكلام يحبوا يتفرجوا ويتعلموا لو ماكسيموم يفيقوا وهذايا فادي حكينا عليه برشا في الشابيتر 2 دونك حكينا كيفاش عقلنا اللاواعي كيفاش تبرمج معناها برشا كلام الاخرين كلام سلبي ما نجمش الدنيا صعيب نظرات سلبيه ولينا نغزروا بهم للدنيا ولا حديثنا مع رواحنا ما فما خبر به ياسر هو اللي نجموا نعاودوا نبرمجوا رواحنا هذا المهم هذه هي اسمع تعطيكم انا نحب نعطيكم الاخبار اللي تتفرجوا فينا الكل اليوم نعرف باش تقولوا ممكن كلام سهل من صدقوني التطبيق ما نقولش سهل مي ممكن وهذه هي علاش مش اكثر علاش زعما مش الناس الكلهم فرحانين وناجحين وكل على خاطر فما ناس تحسيه اللي فات عليها الفوت الوغ كان نجم انا منهم انا ما كنتش هكا فادي راني ما كنتش فاهمه العالم هذايا وكنت انا نقزم في روحي وكنت عايشه حياه معناها انا جلد نفسي معناها ومانيش فاهمه شنو هي المشكله ومن بعد فهمت لي انا عدو ذاتي وخدمت الخدمه على روحي وكان انا نجمت نخرج منها واليوم الحمد لله حياتي تغيرت اللي يسمعوا فيا الكل ينجموا دونك كل كلمه مسؤوليه كلمه مع روحك ديما نخموا في الاخرين نحب نبدل الاخرين ابدا بروحك وما نجمش انا اليوم ام ولدي عمره 13 سنه ما نجمش نعدي له انا بيدي رساله باهية ونكون ام محليني معاه وانا في صراع مع ذاتي في غير شيء لا يعطي هذا هو دونك هذيك علاش كل كلمه يعيشنا اللي نقولوها لصغارنا مسؤوليه نردوا بينا شنو نقولوا لهم حتى في لحظه في اللاواعي اللاواعي علمي علم هذا دونك في لحظه غش ابعد ما تتصرفش في لحظه الكلنا يصيرون لحظه غش اما عارف كيفاش هذا هو التحكم في الذات اعطينا مادام هكا حلينا البارونتيز خلينا مادام معناتها الاولياء اللي يتفرجوا فينا هكا على الطاير بعض النصائح حتى لصغار مثلا كلمه ساعات نوصلوا حتى انسان يدعي معناتها في لحظه غش يعني حاجه جراف برشا احنا بيت حاجه جراف انا وحده من الناس امي قزمتني حتى شبعت اما خدمت على دليله تعبت نفسانيا عرفنا كيفاش نغربلوا يعني ونصلحوا ما هنتش عليا دليله باش نخليها في الاحباط وتبكي وما عندهاش ثقه في روحها روح ربي من منحها يلزم خدمت على ذاتي والحمد لله كيما انا وصلت كيما قلت لكم نادره الناس مهما بشر ينجم يوصل حتى كان مازالك نهارين باش تعيشهم عيش سعيد عيش ببرمجه ايجابيه في صحه جيده وردوا بالكم راهو كلامكم مع ذاتكم كيف يبدا سلبي راك بعد تجيو امراض جسديه نجموا هذا نحكيو عليه موضوع اخر معناه المرض يجي وقت اللي تكون افكارك سلبيه تتزرع. افكارك تتغرس وتمرض لك تاثر لك على الخلايا الجسد نتاعك هذه اللي نقولوها نحن بلغتنا تركيبه انسان ركبها الروح ولين بالرسمي صدق يعطيك الصحه برمجه العقل الباطني عنده ثقة في روحه وحتى معناتها نظرة سلبية حتى الروح ولل هذاك هو يعطيك الصحة ولدي أحلاك تعرف فادي نفرح برشا على الشيف يحكي هكا خاطر أغلب الناس لاحظها في تونس والبرا من تونس اللي قاعدين ينجحوا اللي قاعدين يقدموا في حياتهم تلقاهم ديما يحكيوا اللغة هذيا أنه لازم نبدا بروحي ونعس على التفكير نشوف ويل سميث أوبرا وين فري العالم الكل فماش عبد نجح وهو متشائم فماش عبد نجح زاد وكانت عنده طفولة مثالية لا الكلنا كنا تعدينا ومازلنا باش نتعداو وما نقولوش الدنيا عصافير تزقزق وبساط احمر اما احنا نتعلموا كيفاش نتحكموا في رواحنا مش الظروف الخارجيه تتحكم فينا هذا التحدي نتاعنا هذا التحدي هذا بخصوص التحدي هذا برشا ناس تريد تغيير قلنا اهم حاجه انك تبدا تغيير من ذاتك لكن ممكن نبدا نهار الجمعه نتفرج فيديو هذا ونعاود نتفرج في الاعاده غدوه العشاء نتاع الصباح ونعاود ندخل على اليوتيوب ندخل كونت على انستغرام من بعد سي بون مشيت على روحها للموتيفاسيون تطيح كيفاش نحافظ على الموتيفاسيون هذه باش التغيير يتم باش نجاوبك وقت اللي انت تولي تعرف قيمه روحك بالتمارين اللي احنا حطيناهم في الكتاب هذايا وتولي تقدر ذاتك ما عادش تهون عليك روحك باش تهبط في الداون تولي تفيق اللي انت مسؤول عندك طفل صغير محطم يبكي في داخلك وقال لك منعني تلهبيه
برشا دايوغ حتى في الاذاعات وقت اللي يجونا بالتليفون ونقولوا اعمل مثلا تمرين الفلاني، يعطينا تمرين المرايه، يعطينا تمرين التاكيدات، فما برشا تمارين راهو في الكتاب هذا. بعد تقول لي ماما دليله والله يعطيك الف صحه، راني تحسنت وراني وليت مبتسمه لاولادي، وحتى زوجي وليت محلاني انا وياه، ما عادش نتعاركوا، اما راني تويكا هالايامات رجعت في الداون. نقول لها زعما علاش رجعت؟ هل ترى مازلت تحافظ على التمرين مثلا المرايه اللي ياخذ لك دقيقه في الصباح؟ تقول لي والله فرحت بيه هاني تحسرت بطلت. المشكله انك بطلت بيان سور يا اخي، انت كي تحك سنيك تحكهم مره في الشهر، ماك تحكهم كل يوم. دونك باش انت تبرمج روحك ايجابيا لازمك كل يوم تبرمج روحك على ذاتك، تخدم على ذاتك يا اخي. ذاتك متهون عليك انك تقزمها وتحطمها، ذاتك راهي روح ربي اللي فيك. اغلى حاجه عندك باش تبقى لك اللي باش تعيش معك 24 ساعه على 24. ذاتك بكل شيء، يعطيك الصحه. روح عزيزة مقدسة، أنا هوني ننزل على كلمة مقدسة في كل واحد يسمع فينا ويشاهد فينا، فينا روح مقدسة ما تتمسش، ما تتهان، ما تسمح لحتى حد يهينها ويقزمها. لا، روحك عزيزة وملك ربي، رد بالك عليها، رد بالك على أنت مسؤول عليها، وأنت مسؤول أنك تمنحها وتفرحها وتزهيها وتعطيها ابتسامة عريضة وتقول كلام مزيان باش تنشر المحبة، والمحبة ترجع لك. المحبة ترجع لك. تعرف ماما دليلة، هو الكلام هذا بالرسمي نسحقوه، نسحقوه ولازم على الآخر، وحد ما ينجم ينكر أهميته. لكن في المقابل فما ناس تقول لك تو أنا في الظروف اللي عايشها تو، في الظروف الاقتصادية، العظم والحليب وكل شيء والسياسة وكل شيء، ما نجمش نعمل إكيليبر ما بين أني نكون زان وكون معناتها نكون بوزيتيف، ما بين الواقع اللي كنمسه ويوجعني. فادي احنا توا مسلمين ونعرفوا حافظين الكنة اللي قال لنا ربي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، معناها حافظينها اما قاعدين نطبقوا فيها؟ لا، ما نتصورش. ربي وصانا على التفاؤل، وصانا انه التغيير ما يبدا كان بينا، كان احنا كشعب، ريت اللي نحكيوا فيها على كل شخص، كان كل احنا كل شخص، كل انسان يركز على روحه ويبدا يصنع في علاقه مزينه مع روحه، ويبدا ينحي النظرات السلبيه في الحياه، يزرع نور الامل مع روحه، ويتعلم يتحدث مع روحه، يكتشف ذاته وينشر هذا في عائلته المصغره. يا اخي العالم شنو، المجتمع شنو، ما هو فاميليات، ما هو اسر، مصغره الدنيا يقولك، والاسر شنو، ما هم اشخاص. معناها كان كل واحد يبدا بروحه ويعمل التحدي اللي قلته لك، يخدم على ذاته، صدقني معناها احنا كشعب ينجم يجينا المعجزات. لازمنا يكون ايماننا في ربي قوي، أم علينا السعي، زاد مش نكاد في داية ونقعد نتشكى كان في الوضع وفي الوضع بالحق ونشوفوا فيه، مانيش مغطين عين الشمس بالغربال، لكن باش نقعدوا مكتفين يدينا ونبكيوا عليه؟ كل واحد يسعى بروحه، ما نقعدش نستنى في الاخرين، ما نستناش التغيير باش يجيبوا لي الحلول للناس الاخرى. كل عبد يبدا بروحه، وصدقوني علاش ساعات تلقى عبد يقول لك في نفس الوضع، زوز عبيد في نفس البلاد في نفس الوضع، واحد قاعد يقدم وينجح وواحد قاعد مكتف يديه. فما حاجه مكبلته. شنو هو الفرق؟ في نفس الاوضاع، سكو ماهوش الوضع. ما هيش عقلية الضحية. ممكن تصنع أنت ظروفك. صحيح. تخلي ظروفك. ويتحلك طريق في بلاصة تبدا مسكرة ليك أنت بالذات، يتحلك طريق من حيث لا تحتسب. يعني هذه يعني هو. حتى هنا كما قلت أنت بديتها ديجا، نحن كمسلمين يعني أكيد المسلمين يعني ما عندهمش شك سون دوت في الحكاية هذه، دونك لازم يكون يقين نتاعهم عالي ولازمهم يسعوا. ونتصور أنه من أهم خطوات السعي أني نسأل، فعلى ذلك نحن فما شكون سأل مدام دليله ومدام نادره على انستغرام. ماما دليله، ماما دليله، احلى ماما دليله، احلى ماما دليله، احلى ماما دليله الغرياني، وزاد كيف كيف نادره الغرياني. سالناهم بليتو، فما المتابعين سالوا على انستغرام، حابين نعديو الاسئله هذو اكيد ونشوفوكم بكل رحابه صدر نجاوبوا عليهم. شنو سؤالك لنادره غرياني وماما دليله؟ كتاب ابخوندغ ايمي وين نلقاه في سوسه بالضبط؟ كان في سوسه. هي تلقاها ولا تلقاه من سوسه؟ تلقاها في البلايص الكل، في كل المكاتب، في لي غراند سيرفاس زاده من غير ما نسمي، ظهر لي ما نجمش نعمل اشهار، في سوسه موجود. ما تلقاش في المكتبه هذيك، امشي للمكتبه الاخرى تلقى. في المكاتب الكل وفي لي غراند سيرفاس الكل تلقاها، من الشمال للجنوب، كارفور ام جي، كارفور جيون الدنيا الكل، وترجم توا باللغه العربيه ان شاء الله باش يخرج في جانفي. سي بيان. ويتبيع زاده سوغ امازون، دونك العبيد اللي تابع فينا من الخارج في امازون باللغه الانجليزيه ليرنينغ تو لاف، واللغه الفرنسيه زاده في امازون ان شاء الله من شهر جانفي. من شهر جانفي، دونك معناتها ان برودوي تونيزيا للتوانسه وللعالم الكل. تونسي تونسي بشكل كبير. في بالك الشوكه زاده من قبيل اللي نرجعوا لها احنا بعد. فادي فرحانين برشا خاطر الكتاب هذا قاعدين يقريوا به في مكاتب في باريس. وهذا نداء لربي للتعليم التونسي، علاش ما ندخلوش الثقافه هذه لصغيراتنا؟ هاو
هذي كان تسمعوا فيا اخترنا خدينا مواعيد وما سمعوناش مش ما سمعوناش يقول لك ما كتعرف السيستم ان شاء الله ان شاء الله احنا نقترحوا انه هذي يولي يتقرى معناتها علاش مانويل كيف من هكا مثلا كيما عملوا في باريس معناها استاذ ولا يعمل في بلاصه يعمل املا عاديه يعمل املا دي باساج من الكتاب وراه تحسن كبير في التلامذة ولو يطبقوا مع بعضهم في التمارين يعني تخدم الديكتي او ميم طون فما ميساجات تعدل لك رساله تعدل لك رساله ولو مع بعضهم يعملوا التمارين صدقني الكلاس هذيك بالذات ولو عندها نتائج كبيره مهم ياسر ان شاء الله توصل الفكره هذه خلينا نتعداو للسؤال اللي بعده شنو سؤالك ندى غريني ماما دليلة كيفاش تحمي روحك من لي فامباير انرجيتيك الناس السلبية فامباير يا معلم امتصاص الطاقة كيفاش لصوص الطاقة احنا نسميوها انا ظهر لي ذي لزيوكم حصة بالذات نحكي في اخطر موضوع اذا نصور يهم الناس الكل خاطر فما شو فما لصوص الطاقة الناس اللي دايرة بيك واللي ماهمش لازمين في حياتك اللي تنجم تنحيهم من حياتك بكل محبة تو ديسي تقول لهم باي باي خاطر روحك ثمينة بكل سلام بكل سلام بلاش عرك يا اخي فما ناس علاش تخليهم في حياتك كانوا هما يجبدوا فيك التالي مش زاد معناها الغالب كل واحد لازم يوقف روحه انا يا خويا معناها نجم نوجهك لاهل الذكر نقترح عليك تغير روحك ما كان انت ما تحبش تبدل روحك زاد باش تقعد انا ما تعجنيش كيفاش؟ مؤسسة الطاقة لونتوراج نتاعك عنده دقة بيان سور يبدا لونتوراج نتاعك كل بوزيتيف باش تلقى روحك اوتوماتيكمون اي يقول لك احنا نتيجة الخمسة أشخاص اللي دايرة بينا وكانهم ناس قراب لينا تنعملوا لها حصة معينة حضروا روحكم إلى هاكا مدام نادر الغرياني وماما دليلة قالوا لكم إن شاء الله باش نعودوا نتلاقاو في حصص قادمة فهنا خليني نستغل الفرصة وأنتم على الفيسبوك تتفرجوا فينا في اللايف تكتبوا كومنتات شنو المواضيع اللي تحبوا نحكيوا فيها إن شاء الله في المرات القادمة وأنا متأكد وواثق في رحابة صدر ومام شجابوكم كل محبة نتعداو السؤال اللي بعده كومون جو بو غاردي توجور لينيرجي بوزيتيف ألوغ كو جو سوي entouré بناس نيجاتيف مي بروش بريسك نفس السؤال شبه نفس السؤال تنجاوبوا عليه نهارتها مي جوست حبيت بارونتيز صغيره بزي عزيزتي حبيت معناها لازم ساعات تقبل انك تهبط في الداون شويه تو احنا نخدموا في البوزيتيفيتي وتبارك الله وفاهمين علم الطاقه اما ساعات تقوم ما عينكش باش ماكش في فورمه برشا عادي اقبلوا النهار هذاك ما فيش برشا فرحه عادي نجاريها باللي كتب ربي ومن غير ما نزيد نهبط في غدوة بقدرة ربي نهار جديد نكون متفائلة نقبل وغدوة نهار جديد ماكش ماكينة باش تقعد ديما تفائل المهم تعرف كيفاش انك تغير تصنع ظروفك كيما تقبل وتتعرف كيفاش تتجاوز يعني فما خايب لازمنا نقدروه لازمنا نعيش عادي كل شيء عادي المشكلة في المقاومة مرة نعملوا عليه برنامج لا يحل اسمعني رسمي خطر غرياني ساعات واحد يحس في فترة تجي فترة شهر ولا يحس روحه هو نيجاتيف معناته يكون بوزيتيف على طول العام وبعد تحس روحه هو النيجاتيف معناتها كيفاش يتصرف ها اجى احضر معنا طول العام قبل ميساج نجاوبوا اكيد انا جينيرالمون كنت عادة فتره نحس روحي داخله بعضي شويه نعرف اللي هذيك سكو فما ثنيه جديده تحب تعيط لي وانا نعكس فيها معناتها ديما راك ارجع لذاتك افهم روحك اكثر عدي وقت مع روحك مشكلتنا ياسر نعدي وقت مع الناس وياسر نعدي وقت برشا قدام التلفزه واللي باغازي ونسمعوا برشا حس برشا ضجيج برشا يجي بعدنا على ذاتنا وعلى الصوت اللي يحب يحكي معك اكيد جدا دونك هذو كانوا الاسئله على الانستغرام مراش او مازال سؤال بتبيع هذا باش نختموا به كيفاش تنسى عبد حبيته برشا وخلاك نتصور انا هنا خلينا اسمعني الحصه نتاعنا ردوها اربع سبايع باش نزيد نجاوبوا على الناس الكل نجاوبوا في كلمتين نجاوبوا في كلمتين كلا ولا امكن كيفاش ننسى عبد حبيته وخلاني تعرف علاش انت ما تنجمش تنساها على خاطر ناسي روحك وكان تتلهى تعز روحك وتعز ذاتك وتعطي قيمة لذاتك أتو تولي ترمي طاقة مزيانة والعباد الأخرين تولي تموت عليك وتحبك دونك أبدأ بروحك ولعبني راكيزة فوالا كون مرتاح مع روحك تولي العباد الكل تولي تحبك كيفاش تحب تنساه حب روحك وتنساه بشوي بشوي أي الوقت الوقت حب ذاتك كيما كلمة باش نختم بها أنا معاكم تلخيص الكلمة تحب روحك كيما ساسين نقولوا نحبك نحبها وحبوني في سيلو ماما وجميع باش نقولوا نحبني فخليني نحب روحي نحبكم مشاهدينا زاد كيف يحبوكم برشا ونحبو برشا ونحب نقولوا للي يشاهدوا فينا الكل رانا نحبوكم من قلبنا غير شي كلمه اخيره تسمح لي اللي انا نحب تونس برشا وروحي وعقلك الكدراب وهذاك يا توانسه رانا ناقصين محبه اكيد رانا ناقصين محبه بربي اللي تشاهد فيا توا شنو تخسر وقت اللي تتعلم
تبتسم الخوك تونسي هذاك اللي انت فرد دين وفرد فرد معناها عايشين فرد ناسيوناليتي، نبتسموا لبعضنا ونقولوا لبعضنا صباح الخير وعلاش نقحروا لبعضنا؟ ياسر ولينا في تونس للاسف تونس ناقصه محبه، كان لو كان نحبوا الخير لتونس تو نتعلموا نحبوا بعضنا ويجينا الخير ويجينا وقت الخير. كله مربوط ببعضه كله مربوط ببعضه. شكرا على الطاقه الايجابيه، شكرا على النصائح القيمه، وانا نرى انه هذو من اهم النصائح لازمنا نتعلموهم في حياتنا. أخت الأشياء التقنية زادة فما حاجات اللي في داخلك بيولوجية عاطفية كيفاش حب تسميها مهمة ياسر. مدام نادر الغرياني كاتبة محاضرة في تنمية الذات، وماما دليلة أستاذة دليلة الغرياني كاتبة محاضرة في تنمية الذات ومؤسسات مدرسة الحياة. إن شاء الله يتابعونا في الانستغرام، في الانستغرام نعديو بالله خلينا نوريو الانستغرام خاطر نعطيو فيه برشا برشا نصايح، نعطيو نبارتاجيو برشا دي لايف. دونك الكونت هذايا نشطوا فيه أنا وماما دليلة نادرة غرياني مهدي على اليوتيوب وعلى الانستغرام. اللي عنده زاد كيف كيف اي سؤال فيسبوك على الفيسبوك يبعث لكم اكيد. دونك عرفوا حتى شكون تتابعوا على الفيسبوك وعلى الانستغرام. شكرا على حضوركم لي دو شيف، انا باش نجيكم ديريكتومون لكن نستسمحكم ونستسمح مشاهدين فاصل قصير ومن بعد نرجعوا على سلامتكم، مازال متواصل معكم.